المكان اللي احنا فيه البعض بينسب قصر البارون ومصر الجديده واللي على راسي من فوق، ولكن محدش فينا يعرف ان انا بمتد هنا في كل الاجراء اللي قدامي او كل المكان اللي قدامي ده، انا بتحرك في المدينه المصريه العظيمه اونو. اونو مدينه الاوتاد، يون موت اف حورس كان يون موت اف كان وتد امه او عمود امه. المنطقة الممتدة عندي ما بين عزبة المطاريد، عرب الحصن، ميدان البطارية، ميدان البسلة. المنطقة دي بالكامل اللي بتمثل عندي الموقع الأساسي لأول مدينة مصرية خرجت منها الديانة. المدينة اللي فيها أتم خرج من المية الأزلية من نون، أنجب أول عنصرين في الخلق، شو وتفلول. شو مش شو، شو اللي الشين بتتقلب جيم في العربي من شو بقى الجو اللي هو الغلاف الجوي، الغلاف الجوي والندى والرطوبة. خلقولي جب الأرض، جب الأرض مذكر، فخلق الأرض وخلق مع السماء الأنثى نوت، التصق ببعضهما حتى فصل شو ما بينهم، فكان الفصل اللي خرج منه إيزيس وأوزوريس ونفتيس وست، التسوع الإلهي الأول اللي خرج من المنطقة والمدينة اللي احنا فيها، المدينة التي تحمل القيمة الكبيرة. المدينة دي ضمت عندي كمان مركز الفلسفة. عمر يونو ما كانت عاصمة لمصر، لكن كل فلسفة العالم كلها اتعلمت من هنا. أقدم مسلة مصرية جات لي من هنا في الدولة الحديثة، تحطه ستالت أقام مسلات وأقام معابد، لدرجة أن الإمبراطور ثيوديسيوس 395 ميلادية أخذ مجموعة من الآثار والتماثيل اللي حطها في اسطنبول، المسلة الشهيرة بتاعته اللي عمل صور النصر بتاعته على قاعدة المسلة بتاعت تحطمس الثالث. يمكن أستاذ الدكتور جمال كان أول واحد ورهاني. بعرف كمان إن أونو في العصر المتأخر لعبت دور مهم جدا. أونو بالمناسبة امتدت عندي ازاي؟ امتدت جنوبا. الجزء الجنوبي في الاوسط منها كان ايه؟ كان منطقه بابر حابي امون، بيت معبود النيل في اون، اللي هي قلنا عليها بابلون، اللي هي المنطقه الوسطى. وعلشان كده الله يديله العمر الدكتور جوده جبره طلع سنه 94 تمثالين للملك نفريتس الاول والملك هاكوريس من الاسره 29 من المنطقه بتاعه اونو، وقال عليهم ان هم من منطقه بابلون، وقال ان هم للملوك محبوبي اتوم رب اونو. في العصر المتاخر الفرس لما حبوا يخرجوا من مصر ويذلونا كسروا نفسنا، او كان همهم يكسروا نفسنا ازاي؟ من خلال اخذ الاثار المصريه من مدينه اونو. وعشان كده البطالمه دايما كان الطلب الاساسي اللي بيطلب منه رجعوا لنا الاثار اللي سرقها الفرس من اونو. حتى لما بعض الفلاسفه زي ما بيحكي الملك امازيس بيقول ان بعض الفلاسفه جولوا علشان يتعلموا في مصر، طلبوا يتعلموا في مدينه اونو. السؤال الغريب انه طلبوا يدخلوا الامتحان، رسبوا في الامتحان لاكثر من مره، فما كمل من الملك الا ان الملك امازيس قال لهم تقدروا تروحوا تمتحنوا في اي مدينه الا اونو لان لها قدسيه. لما انتهى العصر الفرعوني وبدا العصر اليوناني الروماني واتنقل الملك كله للاسكندريه، الاسكندريه لم تلغي اونو، فاصبحت اونو هي هيليوس بوليس، هيليوس الشمس، بوليس مدينه معبود الشمس، واصبح التوجه اليها، لدرجه ان 99% من الاثار الموجوده في الاسكندريه العاصمه الكبيره جات لنا من مدينه اونو او مدينه اليوبلس، لان حكام البطالمه كما نعتقد كانوا يرغبوا في ان تحمل الاسكندريه شهره مدينه اونو او مدينه هليوبلس. وفي العصر الروماني جاءتنا العديد من العملات التي تتحدث عن تاسوع هليوبلس الاكبر ومكانته، حتى جاء عمرو بن العاص وبدا فتح مصر، وكان من ضمن اماكن الهدنه واماكن الاتفاقيات التي تمت اتفاقيه عين شمس او ما تعرف باتفاقيه بابلون، وده انا ما اقدرش اتكلم لانه اذا حضر الماء بطل التيمم. بالنسبه للمكان طبعا تفضل اخي وزميلي الدكتور خالد بيه شرح هذه المنطقه قديما. احنا لما نبدا اسلاميا فعلا المنطقه دي لو رجعنا للعصور الاسلاميه فعلا هذه المنطقه اول من خطا ودخل هذه المنطقه كان عمرو بن العاص عندما فتح مصر، وعندما دخل مصر وقبل اقتحام حصن بابليون عمرو بن العاص في هذه المنطقه قام بعقد مجموعه من المعاهدات والصلح مع الجند البيزنطيين وبالذات مع قيرص في هذا المكان قبل اقتحام حصن بابليون. الا ان هذا المكان اصبح له شهره
كما نقول في أيام الخديوي عباس حلمي الثاني. هذه المنطقة اللي أراد هذا الرجل الاستثماري البلجيكي المعروف بجوزيف إدوارد إمبان الذي جاء مصر عام 1904، وفي 1905-1906 بدأ يشتري هذه القطعة الصحراوية الشاسعة، وأنشأ هنا شركة تعرف باسم شركة واحد عين شمس نسبة إلى المعبد أونو أو أون كما ذكر زميلي الدكتور خالد. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إن اشترى 6000 فدان من الخديوي، كان وقتها الخديوي عباس حلمي الثاني، كان سعر الفدان جنيه ب6000 جنيه، وبدأ يخطط في هذه العاصمة في هذه المنطقة الحديثة التي تبعد ما يقرب من 16 كيلومتر عن القاهرة الخديوية التي أنشأها الخديوي إسماعيل. هذا المكان أصبح مخطط تخطيطا رائعا على يد هذا المستثمر بمساعدة مجموعة من المهندسين جاءوا من فرنسا وجاءوا من بلجيكا، ونذكر هنا على سبيل المثال المهندس الرئيسي الذي كان له دور عظيم ورئيسي في تأسيس هذه المدينة، مدينة واحد عين شمس مصر الجديدة، ألا وهو ألكسندر ماكسيل، وأيضا زميل له اسمه المهندس جيسبار. جيسبار قعدوا هؤلاء يخططوا ويبنوا البنية التحتية والتوصيل للصرف الصحي، توصيل الكهرباء، توصيل المياه الشرب، إلى أن تم تخطيط هذه المساحة. وبدأ البارون، وهنا ده اسمه أو اللقب لأنه منح هذا اللقب من ملك بلجيكا اللي هو أصل مسقط رأسه في عام 1907، سمي بالبارون يعني زي الكونت زي البكوية عندنا في مصر أو ما شابه ذلك. بدأ في تأسيس هذه العاصمة كاملة، أو آسف الحي كامل متكامل من القصر بتاعه اللي أنهاه في عام 1911 إلى قصر السلطانة أو الأميرة ملك، إلى جامع الأمير حسين نسبة إلى السلطان حسين كامل، إلى ميدان الكربة، ميدان الكربة اللي كان بينتهي عنده الترام أو الخطوط سكك حديد مصر الكهربائية، لأن السائق كان بلجيكي والكمساري كان بلجيكي، فهو بيدور عشان يرجع للقاهرة الخديوية كان يصيح، كان يصيح ويقول لا كرب لا كرب، أي خلاص الدوران عشان نرجع إلى من حيث أتينا. ومن هنا كان الميدان معروف أو المنطقة بمنطقة الكربة. عايز أقول لحضراتكم كمان إن هذا الرجل البارون إدوارد إمبان البارون أقام أقدم مدينة للملاهي، هي مدينة ملاهي لونا بارك اللي هي مكانها دلوقتي ميدان روكسي، سينما روكسي وسينما الحمراء. أيضا أقام القصر المعروف بقصر هليوبلس اللي هو كان يستخدم كفندق للضيافة اللي فيه حوالي 15 غرفة، وأيضا أنشأ النادي المعروف باسم نادي هليوبلس. كل هذه المنطقة التي تزينت في الوقت الحالي وصارت من أجمل مناطق مصر، مصر الجديدة، هي بسبب البارون إمبان الذي قام بتأسيس هذا الحي ومعظم المعالم الإسلامية والحديثة في هذا المكان. Thank you.